البحث عن ذاتك الحقيقية. الكتاب أكثر من رائع لووتر ستابلس، ويحتاج أن تقرأه أكثر من مرة كي تستفيد منه. سأورد لكم في هذه الدقائق أكثر ما أعجبني من صفحاته. إن جوهر وجودنا ليس هو وظيفتنا أو منزلنا أو سيارتنا أو حجم رصيدنا المصرفي أو حتى الجسد الذي نمتلكه، فما تلك إلا أفخاخ ظاهرية لا أكثر. لقد دخلنا هذا العالم جميعاً عرايا، وهكذا سنغادره، لكن ذاتنا الحقيقية لا تتغير خلال العمر كله. ذات المرء متمثلة في روحه، شيء ثابت بلا نهاية، شيء أبدي. إن أعظم استفادة من نعمة الحياة هي أن ننفقها في سبيل شيء يبقى بعد أن نذهب نحن. لقد من الله علينا بحرية الإرادة والاختيار، كما نريد سنكون وسنفعل وسنمتلك. كتب هنري فورد ذات مرة: سواء آمنت أن بوسعك تحقيق شيئاً ما، أو آمنت بأنك لا تستطيع تحقيقه، فأنت على حق في كلا الحالتين. ويقول زيج زاجلر متخصص في تحفيز الذات: إن تعريف النجاح هو الحصول على العديد من الأشياء التي يمكن شراؤها بالمال، وعلى جميع الأشياء التي لا يمكن شراؤها بالمال. عش حياتك بحيث أنك مهما خسرت تواصل التقدم إلى الأمام. إذا كنت متهاوناً مع نفسك ستشق عليك الحياة، وإذا أخذت نفسك بالشدة ستهون عليك مصاعب الحياة. إن الحياة أقرب إلى عربة تجرها مجموعة من الخيول، إذا لم تكن أنت الجواد الذي في المقدمة وتقتحم دوماً أرضاً جديدة لن تتغير رؤيتك للعالم، فكل ما ستراه هو مؤخرات الجياد التي تسبقك وذيولها. ويقول ألبرت هوبارد كاتب أمريكي: الوصفة المؤكدة للجهل الأبدي هي أن يرضى المرء عن آرائه ويكتفي بما لديه من معرفة. يمكن للندم على ما فعلنا أن يهون بمرور الوقت، أما الندم على ما لم نفعل فلا عزاء له مطلقاً. يقول جي ويليارد ماريوت مؤسس فنادق ماريوت: لا تنمو أشجار الخشب الجيدة بسهولة، فكلما كانت الرياح أعتى كانت الأشجار أقوى وأرسخ. كن جسوراً وستكون العناية الإلهية في عونك. الشخص الجاهل ولا يعرف أنه جاهل أحمق فتجنبه، والجاهل الذي يعرف أنه كذلك بسيط فعلمه، والشخص العارف ولا يدرك أنه كذلك نائم فأيقظه، والشخص العارف ولا يدرك أنه كذلك حكيم فاتبعه. الحقائق الخمس المذهلة: النجاح ليس صدفة عشوائية، النجاح له علامات تدل عليه، وكذلك الفشل. النجاح محصلة لقانون السبب والنتيجة. أفكارنا هي السبب، وسلوكنا وظروفنا هي النتيجة. إننا نستطيع اختيار أفكارنا وبالتالي التحكم في آثارها ونتائجها. الفرق بين من يلعب ليفوز ومن يلعب ليتجنب الخسارة هو الفرق بين الأداء الناجح والأداء المعقول.
ينبغي عليك أن تغادر مدينة راحتك ورفاهيتك وأن تمضي إلى غابة الحدس والبصيرة، فما أروع ما سوف تكتشفه هناك، لأن ما ستكتشفه هو ذاتك. يقول الفيلسوف الإغريقي أفلاطون: إن أول الانتصارات وأهمها هو الانتصار على الذات، أما أن تهزمنا أنفسنا فهذا من بين أكثر الأشياء جلباً للخزي والعار. في قول مأثور صيني يقول: لا يمكن صقل جوهرة دون احتكاك، ولا يمكن لإنسان بلوغ القمة دون محاولات وتجارب. إننا موجودون لنرى ما نستطيع أن نضيفه إلى الحياة، وليس لنرى ما نستطيع أن نأخذه من الحياة. دائماً ردد: الحمد لله الذي منحني يوماً آخر لأقدم أثراً إيجابياً لهذا العالم. إنه لمن الأصعب كثيراً أن نهزم منافساً قد استقر عزمه على أنه سيفوز مهما كلفه هذا. يقول حكيم ومعلم صيني: يفكر الإنسان المتفوق دائماً في الفضيلة، ويفكر الرجل العادي دائماً في الراحة. إن العقبات معلم عظيم، فهي تبلغنا بأن شيئاً ما غير مجد، ولكن خلال عملية اكتشاف هذا نتعلم شيئاً ما، وهذه هي المنفعة الكبرى. فطالما نغير الطرائق التي ننتهجها ونظل نواصل ونواصل إلى أن نتوصل لما ننشده من نتائج، فليكن تركيزك على المنافع وليس على الإخفاق. هناك مقولة صينية قديمة تقول: إن محادثة واحدة مع شخص عاقل حكيم تساوي في قيمتها العكوف على دراسة الكتب لشهر كامل. إن الشخص الذي لا يطالع كتباً جيدة لا فرق بينه وبين الشخص الأمي الجاهل. وقد كان والتر ستابلس يقول: يمكن التسامح مع من لا يعرف، ولكن لا يمكن التسامح مع من لا يريد أن يعرف. إنك أنت أفضل معلميك، وإذا كان الطالب مستعداً فسوف يعلم نفسه بنفسه، وإذا لم يكن مستعداً فلا يمكن أن يتعلم مطلقاً. تذكر دائماً: كلما انغلق باب ينفتح باب آخر، ولكننا غالباً ما نطيل التطلع إلى الباب المغلق بشعور من الندم والحسرة، فلا نستطيع أن نرى الباب المفتوح أمامنا مرحباً. يا إلهي، اجعلني أداة لإشاعة السلام في الأرض، حيث أجد البغضاء اجعلني أزرع الحب، وحيث أجد الأذى اجعلني أزرع العفو، وحيث أجد الارتياب اجعلني أزرع الإيمان، وحيث أجد اليأس اجعلني أزرع الأمل، وحيث أجد الظلمات اجعلني أزرع النور، وحيث أجد الحزن اجعلني أزرع البهجة.